جايز النهارده يوم جديد في الميه الحيوان يلا بجد واو على جروبات السفر مش عارفه اتحرك. السفر محتاج على الاقل يكون معاكي حاجه عملتها بالنسبه لي ان يكون ليا كذا مصدر دخل، لازم اكتشف مصدر دخل رابع او شايفين يا جماعة الأفكار Good morning guys النهاردة يوم جديد لسه صاحية من النوم حاولت أرتب وشي كده شوية عشانكم وخلينا نبدأ اليوم هبدأ طبعا أشرب الأول هحاول بلتزم الأيام دي بحاول ألتزم إن أنا أشرب مية دافية بليمون على الصبح تمام هحط البراد على النار واروح اكل الكلاب على الميه طبعا لو هنشرب ميه بليمون ما نسخنش الميه ان هي تبقى دافيه ميه دافيه بليمون فهنجيب السكينه ونجيب الليمونه سامعين خلاص البراد يدوبك الميه دافيه خلاص هاخد الميه مش عايزينها تبقى تغلي قوي عشان الليمون نحس بالفوائد بتاعته اختار كوبايه اشرب فيها اشرب فيه احط الميه تمام قولي في الكومنتات يومكم بيمشي ازاي اول ما بتصحي من النوم بتعملوا ايه لو انتوا بتشتغلوا الصبح دايما يفضل اصحوا قبل الشغل قبلها بساعه كده واعملوا روتين اعملوا مثلا 15 دقيقه يوجا 5 دقايق مديتيشن الحاجات دي بتفرق قوي تمام انا حطيت كتير فاغطي الكوبايه لغاية ما ايه اروح اكل الكلاب يلا بينا ناكل الكلاب مش لاقيه بقيه الاضاءات تعتقد الاضاءه بيحطوها فين الناس دي ممكن تكون دي تعتقد هي شغاله اشتغلت اوهو نايس يلا بقى ناكل الكلاب بيقعدوا يتنططوا في الاول زي البعض فرحانين عايزة ايه اروح افتح لهم الباب عشان اول ما افتح لهم الباب ده يطلعوا يعملوا حمام كمان نحس بالفريش اير عشان يطلعوا على طول ايه ما يقعدوش يتنططوا عليا which is impossible Good morning. Good morning. Good morning. النشاط بقى والحيوية يلا جو. جو بابوزي. Good morning بابوزي. Hey my grandma. بابوزي يا جماعة. 9 سنين. يلا حبيبي تعال. يلا كينجا جو. يلا كمبوزي. Good morning. تشوي. Good morning. Good morning. دي النوت الصغننة. يلا. Go. Come. All. يلا. Hey. يلا. تمبوزي. هذا تنطط هنا زي الكلاب.
كل واحد اخذ له سبوت يعمل فيها. طبعا يا جماعه البيت من جوه دافي جدا عشان احنا مش مشغلين حتى الهيترز. هو الاجا بيدفي البيت كله، شغال 24 ساعه بيدفي البيت كله. الدنيا بتشتي لو انتوا شايفين المطر. تمبوزي ايه ماما؟ ايه يا حبيبي؟ Good morning. Good morning. يلا جو سافي. طبعا ايه بعد ما بيتمشوا باكلهم. المنظر رائع يا جماعه، مبسوطه هنا شايفين يعني ده كان في مخيلتي المنظر ده. او ماي جاد بجد واو. يا جماعه اتحركوا ما تقعدوش، لا تستسلموا. المدينه يعني احنا اتولدنا فيها، مش معنى كده ان احنا نفضل عايشين فيها فوريفر، مش معنى كده ان احنا نبقى، احنا بنكبر بنبقى على نفس السرير بتاع طفولتنا لغايه ما بنتجوز. بس لو ما اتجوزتيش بتفضلي قاعده على السرير اللي انت اتولدتي بيه، في نفس الاوضه، في نفس الشقه، في نفس الشارع، في نفس المدينه، في نفس القاره. ليه اتحركوا؟ انا عارفه ان الموضوع صعب ومش سهل وسهل ان انا اتكلم. لا هو مش سهل ان انا اتكلم لان انا حققت حلم. شايفين الطيور؟ انا كنت زيكم قاعده في البيت اتفرج على جروبات السفر مش عارفه اتحرك، بس كان عندي باشون وكنت مخططه. السفر محتاج على الاقل يكون معاكي فلوس، شويه فلوس. اشتغلي اشتغلي اشتغلي، حوشي حوشي حوشي، بلاش شوبينج، بلاش اكل في المطاعم، وفري. اشتغلي شغلانه واتنين وتلاته. انا لما كنت ببقى عايزه مثلا يعني كان اهم هدف او اهم حاجه عملتها بالنسبه لي ان يكون ليا كذا مصدر دخل، مش مصدر دخل واحد. كنت عامله مصدر للمصاريف البيت والاكل والشرب، ومصدر تاني كنت مثلا بعمل حاجات هاند ميد وابح، واقول ايه الفلوس اللي هتيجي من شغل الهاند ميد هجمعها واروح اسافر. طب مثلا عايزه اشتري حاجه ساعه مثلا، عايزه ادلع نفسي واجيب حاجه، فاقول ايه طيب هشوف حاجه فاقول لا. فكنت اقول مثلا انا عايزه اسافر او انا عايزه اجيب لي ساعه او انا عايزه اعمل حاجه، فاقول ايه خلاص لازم اكتشف مصدر دخل رابع او خامس عشان بالفلوس دي اجيب الحاجه اللي انا نفسي فيها. مش هروح اصرف من فلوس الاكل او من فلوس التحويش او من فلوس اي حاجه. صافي دي هبله دايما بتلعب بلعبتها، ودي دايما عايزه شك راسي يا جماعه صياد بطبعا، عايزه تصطاد. حتى القطه، انا القطه دي في البيت بقى لها كورونا. جود جيرل. هتعملي ايه طيب؟ هتعملي ايه؟ تخبطي نفسك يا هبله. Go, set. Go, Kanga. No. Back, set. عشان ما نوسخش الأكل الأساسي. كل حاجة باك باك في الصبر ست.
تمبوزي 3 تابلت، كانجا 2 تابلت عشان مفاصلها تعباها. انت السوبرفايزر ولا انت مين انت؟ خلصت الاكل؟ هما القطين اسود عشان متعرفوش مين. دي هبلة اكلها الاول عشان نخلص. تعالي سافي الاكل سافي. كم سافي؟ هي عمالة تقبض. نزود القطين يا جماعة شبه بعض. نزود لهم اكل. كم؟ أم ما تعرفوش مين اللي أكل مين اللي ما أكلش. شايفين الوشوش شبه بعض. أي 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 أي. Here's your food. Keep yourself busy. سوري عملت اي. Your first in-person yoga, 3 customers. I'm worth facing, but they are always more bitter than me. You're gonna love these pushers. She's doing chaturanga. Foot comes to lateral side, the knee just gently falls away from your body. And then see if you can come down to your elbows. Coming down lower, you're gonna feel that much more of a deeper stretch. Thank you.
Alexa, morning music. The station, Chill Alternative Radio on Amazon Music. شايفين يا جماعة الأبكار فوق على التلة؟ شايفينها؟ زوم عليها دلوقتي.